شو علاقة البوليمرات بهذا؟ يتم استخدام منتجات بروج المبتكرة في تنفيذ أبرز المشاريع العالمية مثل برج خليفة. ساهمت بروج في صناعة نظام الطاقة والشبكة الكهربائية في أطول ناطحة سحاب ذات المواصفات العالمية، حيث تم استخدام حلول البوليمر الخاصة بنا في كابلات الكهرباء الموثوقة من صنع شركة الكابلات دوكاب. لذلك نحن في بروج نساهم في إنارة أطول مبنى في العالم. أنا فخور كوني جزء من عائلة بروج، وأني أساهم في تحقيق مستقبل أكثر تطور واستدامة.